الساعه الجديده اللي ما شدي نقول لك يعني الساعه الجديده راه هما كاين اللي معه وكاين اللي ضد. انا ما عنديش مشكل واش معه ولا ضد حيت يعني الساعه كتبقى شي حاجه اللي دي بروفيسيونيل اللي كيمشي عليها الشعب وكتمشي عليها الدوله. يعني خصنا نكونوا مع الدوله والناس اللي كيكونوا موظفين وخدامين ضروري غادي يمشيو مع شي حاجه اللي كتفرض الدوله. ما جدي نقول لك يعني هو على حسب يعني الناس باش ياخذوا وقتهم. الناس اللي موظفين باش ياخذوا يعني ياخذوا وقتهم يخرجوا بكري يحسوا بالحياه حيت الا خرجوا معطلين غاديش يخدموا يعني مرتاحين. ساعه جديده انا مع كتزيدنا بزاف الحوايج تقدر تفيق بكري حيت الساعه هذه ما فهمتش ما نافعانا بوالو. تقدر ما تفيقش للدراسه الساعه الجديده كتعطيك الحل تقدر تفيق مع السبعه على حسب تفيق مع السبعه كشم الخدمه تفيق لها بكري بزاف الحوايج تقدر شنو عندك لونطريما في الصباح مع 8 تفيق مع السبعه ونص الله تفطر الله تدوش الله تغسل وجهك تفطر الله تلبس حوايجك تبدل حوايجك تمشي للدراسه تمشي لونطريما تمشي لخدمتك. هذه الساعه الجديده هذه تفكير ديال الساعه في نظري كيزيدوا ساعه. علاش انا هاد السؤال مكذبش عليك هاد السؤال انا محير بزاف الناس علاش كيزيدوا هاد الساعه محير بزاف الناس وباقي النص نقولوا كاع النص المغرب ما عرفش علاش تزاد ساعه. الساعه الجديده هنايا ضدها ما معاش الساعه الجديده حيت كنصبر بصبو في الخدمه ديالنا وفي اي حاجه وانا راه ماشي مع هاد الساعه الجديده انا ضدها. علاش نظرك كيزيد الساعه؟ ما فهمتش انايا ملي كتمشي تقال لي شي ورقه ولا شي حاجه كتجي في وقت معطل والخدمه اللي كتكون على حساب الخدمه اللي كنكونوا حنا غدا خدامين ولا كنمشيو في الساعه الجديده كنلقاو الموظفين ساهله وحنا غادي المهم هادشي اللي كاينو. هاد الساعه الجديده شنو الراي ديالك الساعه الجديده؟ كتبرمج بزاف كيصاوبوا شي ورقه الموظفين كيمشيو خصك تجي لا غدا عاوتاني كيلقوا بشي الحال ايوا هي هذيك كتبرمج. زادوها الموظفين ما زادوهاش للشعب. الشعب مسكين كاينو الصباح كيمشي للخدمه كيلقى الحال بشاعلي كيولي بحالاته ما يمكنلوش غيدخل يخدم كاع. الساعه الجديده كتمحلنا مع الصباح كتكون عندك واحد بروغرام وكتبدل لك بروغرام اخر بحال كتكون داخل مع 8 هي قديمه كتولي 8 هي 9 الجديده كتفيق مع الصباح مشربن كتبقى غادي مدرسه. والله انا ما عرفتش واش انا الساعه الجديده واخشي راه كتمحلنا الساعه الجديده راه ما حنا الصراحه ما تصلحش لينا في المغرب حيت كلشي كيلقى السبه النهار الاول كلشي كيمشي معطل الخدمه ولا القرايه كيقولوا حك الساعه. من الاحسن اخشي بلا ما يديروها حيدوها. حنا الله عجبنا حنا هكا الساعه ديالنا عجبان حيت لا زادوها خربقونا وصافي اش بقات تنوض مع السبعه هي 8 8 هي 9 وبقى يسولك بنادم يقول لك خويا شحال في الساعه تقول لي الربعه يقول لك واش جديده ولا القديمه فهمتي ما مناسباناش. ومن الاحسن بلا ما يبقاو يزيدوا لنا في الساعه يزيدوا في الفلوس ما الساعه لا يزيدوا لنا في الفلوس يزيدوا لنا في شي لعيبه ما الساعه لا من الاحسن. علاش رايك كيزيدوها؟ ما عرفتش اختي كيزيدوها باش فهمتي باش اللي مكلخ يولي ينوض بكري شويه باش بلاصه ما تبقى تنوض مع 12 وليت تنوض مع 11 باش يقولبونا حنا هما خدامين حنا بيطاليين كنصبحوا اصلا ناعسين حنا واخا يزيدوا ماشي الساعه واخا يزيدوا تف معتنا وحنا نصبحوا ناعسين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.